سلامك على توكل رجل، وش اخبار؟ شو يعطيكم يومك تعجيل؟ ايش مقطع اليوم؟ صراحة انا من اكثر الحسابات اللي عجبني مرة حساب اسمه سبيع، بحط لك مياه تحت بالدسكربشن. مرة بطل، مرة بتتوقع بتابع له كل اليوم مقاطع مرة بطلة. دبيب الولد، دبيب دبيب وحبيب بعد، بشوف لحد ما امل من عنده. انا احب الدبات، كل شيء ضحك. يا استاذ سعد حبيبنا، فاتح لك قهوة، حاط صورتك على الشعار. كنتاكي انت؟ استغفر الله. سوم يا حبيبنا، 200 كم ثمن انت؟ 200 ايش قول؟ 200 شنو؟ كل غلطان يا حبيبي، شاري كريزما البار. شاري علك انت؟ ايش؟ ال 200 كويتي 1200 ريال على ما اعتقد، كذا 2200 1300 كذا. يقول شارك كروز دخان. يا اخوان، كلام اليوم موجه حق الناس اللي تفنشك وتسبك بس عشانك مطور سلاحك. سؤال يا حبيبي، انا شاحن شدات من معاش ابوك، ولا انت بايع واحده من عيونك وشاري لي حساب؟ ليش كميه الحقد هذه؟ يا اخي الله يرزق الجميع. منو قالك ان اللي مطور سلاحه عايش ملك؟ منو قالك ان انا العب قصر عند حمام السباحه واشرب سيجار؟ بعدين حتى لو كان مرتاح ماديا، ما دام ما ضرك يا اخي لا تحسد احد، نظف قلبك. عشان كذي الله مو رازق، لان قلبك مو نظيف. يعني تخيل كميه الحقد والحسد هذه بس عشان شاف عندك سلاح مطور. هذا لو يشوف عندك يخت احتمال يطعنك، ولا إذا فاز عليك روم يشقك. يا رجل أنا أنفوري مو مطور، وفزت عليك وطور سلاحك. خلاص يا حبيبي، إذا أنت تشوف هذا إنجاز حلال عليك. يا أخي صور كابتشر الروم واطبعه وعلقه على مدخل منطقتكم إذا أنت تشوفه إنجاز. أنا أضحك عليك وامشي يا حبيبي. اترك عنك الحسد، ولا تفكر أن كل اللي مطورين أسلحتهم مرتاحين برا. يا أخي أعرف واحد نطلع المكرن وسيارته برا اللعبة، لو يطق بريك تشتغل مساحات. صغر. المقطع ذا مرة جامد بالنسبة لي، يعني في كمية ضحك يا اخوان. في مشهور بسناب اشتهر انه يشتري قهوة، هذا يعتبر بالنسبة لي اخيس مشهور مرة على السوشيال ميديا. في جنون العظمة بس بدون عظمة، بس جنون يا اخي. اي مكان يروح له يقول شكرا على الاستقبال الخاص. رايح مطعم تركي مشهور يشكر اللي يشتغلون هناك انهم يعرفوه. يا رجل التركي تجي دولته ما يبلعك، تبي يضيفك في سناب؟ ايش عرفهم فيك؟ واخر شيء شنو الاستقبال الخاص؟ استقبلوه عند الباب واعطوه منيو. انا يعرفوني سبعه يسوون لي نفس الشيء، وين الاستقبال الخاص؟ لا والجريمه وين؟ يشكر طيران على حسن الضيافه. شنو سووا لك يعني طيران؟ يعني شنو سووا لك؟ يعني وصلت قبل المسافرين الباقيين؟ يا راجل هذا مضيف تشكره وظيفته برزقته انه يضحك بوجهك. لو انك مو حاجز فيرست كلاس، لو حاجز بالحمام راح يضحك. طبعا كل شيء بدون اي توفيق، بس يبينا نصدق. ويضحك واجد على قطاته، هو دمه نفط. واذا طلع مع واحد ما يكتب منه، يحط اول حرفين من اسمه مثل الجرايد قبل اذا مسكوا تاجر. يا اخوان في مشهور. يا عيال والله اني من افضل الناس اللي عندي من الكويتيين، قسم بالله اني مره ابطال. يا اخوان والسعوديين، ما عندي مشكله اقابل ستريمر ساكن بالمانيا بنقى سالب 60، ولا اقابل نوب معاه شتقن. شتقن هذه مشكلتي ببجي من سيزن 2، من لعبه اللعبه ما عمره احد ضيع علي طلقه شتقن. مرات يذبحوني ناس ما عندهم الا كلين بالسيزن، انا وواحد ما عنده سلاح. وصلت مرحله مع الشتقن ما يحتاج ترميني، بس لو الشتقن قدامي انا طيح خلاص، عارف الموضوع. جسم لاعبي كله طلقات دبس يا رجل. والمصيبه وين؟ المصيبه اذا انا خذيت الشتقن تصير سلاح ثاني. طبعا اول شيء ولا طلقه باللاعب، اعطيه طلقه واحده يمين واحده يسار، تقول قاعد اسلم عليه مو قاعد ارمي. وإذا كنت مصلي الفجر ومتصدق والله وفقني والطلقة جت فيه، اللعبة تخلي دمه تفلى بس ما يطيح نوك.
ويشيل يعني قص يعني جملتني الحين زين ليش ما يطيحون نفسي؟ ودائما طلقاتي تجي بكتف اللاعب، احط الايه مهد تروح كتف رتبه، هذه مو طلقه. استغفر استغفر الله. السلام عليكم يا اخوان. عليكم السلام. انا عرض حسابي ببجي للبيع، قناة اخونا تكس بيع راب هذا. عرض عرض له ويدب عليه في تقريبا 16 لبسة مثك، واحدة منهم حلوة، وهذه الخوذ تركض بدون خوذ أحسن. أحس أكثر ناس كذا تنشر على طول هم الكويتيين يا أخوان. ما شفت أغث من الناس اللي صوتها حلو يا أخي، إيش كثر يتغلون. ما أنت تقول له سمعنا شيء يعيش دور عبد المجيد عبد الله، والله تعبان والله ما لي مزاج، يحسك توه مسجل ألبوم يا رجل غن، ما حد معبرك إلا أنا. دليل إنهم يتغلون، إذا اقتنع خلاص إنه يغني وحنيت عليه يبدع يجر نص ساعة، وين اللي توه تعبان ولا لازم تذلنا؟ أما سبحان الله اللي صوتهم يجيب الهم يكسر قزاز بكثر ما هو خايف، هذيل ما يسكتون ترجاء بس يسكت. فاللي صواتهم حلوة اخوان غنوا غنوا، انا لو صوتي حلو حتى مطعم اطلبه بلحن. اللي صوته حلو بالقرآن ابو هلي، متى ما تقول له اقرأ يقرأ، والله الجند ابو هلي. زميحة امرأة اقتل بوجهي، هذا دكتور احسنة زين اقتل بوجهي شوية ها. اتفو على وجهك، والله حقك والله حقك. الحق ما تلحق عدبو فدي، الحبة بعشرة ريال او تاخذ حبة بعشرين والثانية ببلاش، يلا وش قلتو؟ هذا من المتفق عليه، وش اسمه؟ انه ما يحطوا لك الساعه مثلا 10 ريال، يحطوا لك لا تاخذ ب 19 ريال و99 هلله تاخذ شغله مجانا. بس الشبح هذا ما نقصر شيء. بعلمكم طريقه كيف تدافع عن نفسك لما تقابل واحد مع سكين او عجله زي كذا. الهريبة تلتين المراجل. في واحد يقول انا اذا صارت كونا انهزم، خالهم يقولوا عني مر انا ماني زلمه، يا حبيبي اكل كتله عشان اطلع زلمه، اخشي تقول عليك ايش قلت، انا انهزم وخليك ساكت. كسر راسه، قام مطلب البيتزا وتركوره قام، لا تزرق الباب لان جدا نايمه، فقط انظر اذا شانون البيتزا وصلت وهكذا قام. الله يقطع لي بيصحيها، ما رنيت راس لكن شانون. أنا ما كنت تكره عشان الحركة، تقهر عشان تكسر. بالمناسبة الناس تسأل، هل كل الذين يعلنون أنهم ماتوا بالكورونا ماتوا بالكورونا؟ كيف ترد؟ برجر كينج يعني هو مطعم. لا يا شيف كل جد. Get the fuck out of my park. Get the ass out of this motherfucking park. الله عليك الفيزياء، تدري يقول لك ان شو اسمه ان اللي اكتشف الجاذبيه ما هو نيوتن، اللي اكتشف الجاذبيه اصلا عربي، اتوقع انه احنا اليمن اصلا والله العظيم. اوكي اعلانك وصلت مقطع صلاه الاشتراك وحسابات المجله تحت الضغط وصف حسابات كلان، واو بس مع السلامه.